أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. الداخلية تنتهي من خطة تأمين احتفالات المصريين بشم النسيم. استعداد حديقة الحيوان للاحتفال بأعياد الربيع. البرلمان يستعد لإصدار تشريعات هامة أبرزها الخدمة المدنية والعمل والتأمين الصحي الشامل. 5 قتلى في انفجار استهدف محافظة عدن ومدير أمن المدينة بحي المنصورة. القبض على الإرهابي عقاب العتيبي المتورط في تفجير مسجد طوارئ أبها. رياضيا، رسميا نور الشربيني بطلة العالم على قمة التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش. أنهت وزارة الداخلية خطتها الأمنية لتأمين احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم، حيث عقد مساعد الوزير عدة اجتماعات مكثفة مع الضباط والأفراد لبحث خطط تأمين الحدائق العامة ومحيط دور السينما وبالقرب من المسطحات المائية وأماكن التجمعات العامة. وشددت القيادات الأمنية على الضباط والأفراد بضرورة اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه ونشر الدوريات الأمنية المتحركة والثابتة لفرض السيطرة الأمنية على الشوارع وبالقرب من أماكن تجمعات المواطنين. تستعد حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال ضيوفها من محافظات مصر للاحتفال بأعياد الربيع والاستمتاع بقضاء يوم كامل مع الحيوانات الأليفة والمتوحشة وسط تجديدات أمنية من قبل وزارة الداخلية. بالتزامن مع احتفال العالم بعيد العمال، تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري لمناقشة حزمة من التشريعات العمالية الهامة خلال الفترة القادمة لتنظيم العمل النقابي والعلاقة بين صاحب العمل والعمال وغيرها من القضايا العمالية الهامة. وتعهدت اللجنة بمراعاة حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم الدستورية. وأكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن هناك أكثر من 5 قوانين على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، منها قوانين الخدمة المدنية والتنظيمات النقابية والعمل والتأمين الصحي والتأمينات والمعاشات. وقع منذ قليل انفجار في منطقة المنصورة بمحافظة عدن اليمنية يستهدف موقف المحافظ ومدير أمن المدينة وبعض المسؤولين الحكوميين. وأسفر الانفجار عن سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى من مرافقي مدير أمن عدن. أعلنت وزارة الداخلية السعودية تمكنها من القبض على الإرهابي عقاب العتيبي المتورط في عملية تفجير بمسجد الطوارئ في مدينة أبها، وذلك أثناء عملية تعقب في المحافظة. أعلنت منظمة اللاعبين محترف الإسكواش الترتيب الجديد الخاص بشهر مايو الذي اعتلى صدارته الثنائي المصري محمد الشربجي في منافسات الرجال ونور الشربيني في منافسات السيدات. وحافظ الشربجي على صدارة الترتيب العالمي للرجال بعد فوزه بلقب بطولة الجونة الأخيرة بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني الفرنسي جوتيه. وفي منافسات السيدات تربعت نور الشربيني على صدارة الترتيب بعد الفوز بلقب بطولة العالم للسيدات، وتبادلت المراكز مع الإنجليزية لورا ماسارو والتي كانت تتربع على قمة ترتيب السيدات. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.